قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أي أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا، الأمر هنا للإرشاد، وقوله انظروا هل المراد النظر بالعين يعني بالبصر أو بالبصيرة؟ الثاني، النظر بالبصيرة. وقوله إلى من هو أسفل منكم، أسفل منكم يعني بنعمة الله عليه، بنعمة الله عليه، سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية. لا تنظر لمن فوقك، انظر إلى من هو دونك، لأنك إذا عللها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ونعمة الله تشمل نعم الدين ونعم الدنيا، وهذا من الإرشاد الحكيم، لأنه لا شك أن الله تعالى جعل الناس متفاوتين. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، متفاوتين في المال، في العقل، في القوة، في الولد، في كل شيء. الناس متفاوتون حتى في الصورة الخلقية، الناس يتفاوتون. ويقال إنه لا يمكن أن تجد اثنين متساويين في كل شيء، حتى وإن تقاربوا في الشبه جدا لا بد أن يكون بينهم تفاوت. طيب، فإذا كانوا متفاوتين فمنهم العالي ومنهم الناس، وأنت لا تنظر إلى العالي، لأنك إذا نظرت إلى العالي احتقرت نعمة الله عليك. انظر إلى من دونك. ولنفرض مثلا أن نظرك ضعيف لا يتجاوز 20 مترا، وفيه من نظره لا يتجاوز 10 أمتار، وفيهم من نظره يتجاوز 100 متر. من الذي فوقك؟ الذي يتجاوز 100 متر، ودونك 10 متر، وأنت بينهما. إن نظرت إلى الأعلى قلت والله الله ما رزقني مثل ما رزق ذاك، أعطاني أقل، فتزدري نعمة الله عليك بهذا البصر. إذا نظرت الثاني قلت الحمد لله أعطاني الله خيرا منه، فعرفت قدر نعمة الله عليك وشكرته على ذلك. في العلم، رأيت شخصا عنده حافظة قوية وذاكرة قوية وفهم قوي، وإنسان تحفظه اليوم سطر واحد، وقبل أن يبرد مجلسه من سخونته إذا قام منه وجدته ناسيا، وأنت يبقى العلم معك لمدة 2-3-4-5. إن نظرت الذي يبقى الحفظ معه 2-3 أو 3 سنوات، قلت ما عندي شيء. والنظرة الثاني قلت الحمد لله عندي خير. واضح؟ متى يكون يتبين لك شكر نعمة الله، يتبين لك نعمة الله عليك؟ إذا نظرت إلى من؟ إلى من دونك. طيب، في الأخلاق كذلك، وجدت إنسان في غاية ما يكون من الأخلاق، صدر منشرح، وجه طليق، كلام طيب، دائما البشر، دائما التبسم، حبيب، وآخر أعوذ بالله وجه عبوس قمطري ما يريد أحد يتكلم، وأنت بالوسط، تنظر إلى من؟ ها؟ إلى الأسفل، إلى الأسفل. طيب، وجدت إنسانا كثير العبادة من صلاة وصدقة وصوم وبر والدين وصلة رحم، وإنسان دون ذلك مهمل، وأنت بينهما، تنظر إلى من؟ لا، إلى الأسفل. سورة الأمر ألا تزدر نعمة الله، ونعمة الله في الدين أقوى وأشد فضل من نعمة الدنيا. تقول الحمد لله الذي هداني أنا في خير، لكن هذا لا يمنعك أن تستبق الخيرات. لا نقول قف مكانك، اسعى في الخيرات،
لكن من حيث النعمة لا تنظر لمن هو دونك، لا تنظر لمن هو أعلى منك، إن نظرت إلى من هو أعلى منك والله أنا ما أنعم الله عليك.